بص، لو جالك قسيس ولا حاخام يهودي وقال لك ان دينك ده مليان تناقضات، او شيوخك فيهم وعليهم، او الثوابت اللي عندك دي مش ثوابت اصلا، اول كلمه هتقولها له ايه؟ صح. هتقول له انت مال منطق وكلامه صفر على الشمال، ملوش اي قيمه. لكن تخيل بقى انه كفر بالمسيحيه واليهوديه ودخل دينك، دين الاسلام. كبير الله اكبر، كبير الله اكبر. وبعدين قعد كام سنه كده وقام قايل نفس الكلام اللي انا قلته لك من شويه، مسلم اهو قارئ ومثقف، سيادتك طبعا مش قارف دينك زيه، فيلعب على وتر اميتك الدينيه ويشككك في المسلمات اللي ما اختلفش عليها اتنين. بالظبط هو ده اللي حصل مع فريده الشوباش، كانت ومتجوزه يساري، واليساريين بالنسبه للناس اللي ما تعرفش اليسار اللي هو عكس اليمين شمال يعني، وفجاه اقتنعت الاخت فريده بالاسلام ودخلته. ممكن بقى شافت جوزها اليساري ده بيقيم الليل مثلا، او سمعته مثلا وهو بيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. المهم جت في يوم كده وقالت له لقد هداني الله للاسلام. كبير خلاص بقى نجم. والجميل ان الكنيسه اللي بتقوم الدنيا لو حد من عندهم دخل دين الاسلام سكتت وصهينت على الموضوع، ومن ساعتها يا مولانا ومفيش حوار طلعت فيه ولا مقال كتبته الا وبيطعن في اصل الدين الاسلامي، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. نقاب ماشي، حجاب ماشي، رموز دينيه ما يضرش، والفضائيات فتحلها البيبان تقول ما تشاء، وده طبعا عشان تجديد الخطاب الديني وكده. المهم الدنيا ماشيه كويس والناس اعتادت سماع الهريده وما بقاش فيه فرقعه زي الاول. يبقى نخبط في في الراجل اللي مات واجمع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها على صلاح، الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله. اخذت له جمله مقصوصه من فيديو بيقول فيه انني انفعلت فسجدت حينما علمت بالنكسه، وهجمت الشيخ وقالت عنه ما في الخمر، بس تجاهلت باقي المقطع اللي الشيخ برضه بيقول فيه حينما علمت بانتصارنا سجدت ايضا لانني فرحت اننا لم ننتصر ونحن في احضان الشيوعيه. الشيخ كلامه واضح، النصر ده كان هيستغلوا العسكر بنظامهم الفاشي عشان يقدم للناس الشيوعيه المسخره بتاعتهم على طبق من ذهب. نفس الشيخ سجد لله شكرا في موضع النصر بعد ما جه السادات والشيخ ظن فيه خير. الشيخ الشعراوي يا شوباشي اتكلف بوزاره الاوقاف ورفض، وبعدها اتكلف تاني بامر مباشر من رئاسه الجمهوريه وقتها، المنصب اللي انت واللي زيك ممكن تبيعوا الوطن كله عشان، واثناء عمله كوزير قدم استقالته مرتين بسبب الفساد اللي انتوا عايمين فيه دلوقتي ومكبرين دماغ. والاستقالة برضو اترفضت في المرتين. بعد الشيخ بعد كامب ديفيد هاجم الصهاينة وهو وزير وانزل عليهم كلام رب العالمين. صهاينة واخده بالك اللي انتوا قافلين على اهل غزة المعبر عشان ترضوهم. الشيخ اللي ساب منصبه بسبب تلغراف بعته للسادات بعد ما شتم الشيخ المحلاوي في البرلمان وقال له الازهر ما فيهوش كلاب، ما هم الا علماء ودعاة، ايام ما كان الازهر ازهر قبل ما تلوثوه بايديكم. الشيخ اللي العالم سمع وبيسمع وهيسمع بلغته وتفسيره للقران الكريم بعد ما انت واللي زيك واللي جرائك واللي حطك على الشاشات اتحطوا في اوطى مزبله عرفها التاريخ. يا تجار الوطنيه يا سمصرة، خلص صوتك الجيران اشتغل لو لقينا رفزتنا جدع. مش شايف بتقول ايه؟ حلو كده مقدسه؟ اما يكرشونا دلوقتي، كفايه ما تدفعش الايجار.